السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تطبيق آية من أجمل وأفضل التطبيقات للقرآن الكريم، موجود في برامج الأندرويد والأب ستور. سهل التنقل، الآية الواحدة تستفيد منها عدة خيارات، منها التلاوة والتفسير وكذلك مشاركة النص فيها. والذي يهمني في هذا المقطع أن أشير إلى فائدة جميلة جدا، وهي أنك بمجرد ما تضغط على الصفحة يخرج لك هنا مثلا آية فيها فائدة بهذا النص: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إياك أن تزداد بحلمه عنك جرأة على الذنوب فإن الله لم يرضى لأنبيائه المعصية. سفيان الثوري. تضغط عليها مشاركة، تجعلها في حالة الواتساب مثلا بشكل يسير جدا، وتشارك بها من تحب من إخوانك. تأتي كذلك هناك يعني حالات أخرى فيديو، أسأل الله جل وعلا أن يكتب أجر من نشر هذا المقطع وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، والسلام عليكم.